من رياض الجنة. اللهم مد له في قبره مد بصره. آمين آمين. الفاتحة. والحين الشيخ تهرب. كان قلبي حاسس انه رايح مش راجع تاني. ده انا كنت تعبانة وهو معايا. امال هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ايه؟ وحيد الله ياخده. اللي كان خلاص هيجهزك راح يا سعاد. ابوك راح ياخده. يا حفظ الله خليك راجل يا جدع. امال امك واختك تعملوا ايه؟ ابويا 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 ابويا. ابوك راح يا اخويا. ده كان جايبتك يا اخويا شغلانة عشان تشتغل. ابوكي مات قضاء وقدر الله يرحمه. معلش معلش انا اسفين يا استاذ. ده برضه مهما كان ابوها يعني وهي ما تقصدش اي حاجه. الله يرحمه الله يرحمه ونقدر هذا. يلا بينا يا جماعه. تصدم كله العظيم. يا واد يا منيل على عينك انت. ما تقوم بقى يا واد. قوم شوف الراجل اتدفن ولا لسه. حاضر اقوم. لا بتفهم في واجب ولا بتفهم في الاصول. حاضر اقوم البس وانزل. يا واد بكره انت لما تموت مش هتلقى كلب يمشي وراك. ليه اقوم استنى ده على الصبح ليه؟ اياك انت فاكر نفسك هتقبت في الدنيا. قوم يا اخويا قوم قوم البس. لما بنموت ما بنلبسش حاجه. الله العظيم ثلاثه انت كرهتني في اللبس. اه ايوه علي صوتك. ما انا اصلي ماليش حق. ها حاضر هتنيل انزل اهو اهو. يا عيني يا ربي الراجل مالوش شهر مسافر ويموت كده اهو. عمره كده ياما. يا عيني يا هانم هتشيل الطين على دماغك. لا وعندها واد اسمه حفظي. تقول ايه الخالق الناطق قطعيتك السودة. حفظي ايوه صح ياما صح صح. انا وحفظي قطعيه واحده. عندك حق. ايوه يا اخويا اتريق عليا اتريق. بس بكره لما اموت مش هتلقى بني ادم يقف جنبك. هذا الشر عليك ياما. والله العظيم لو حصل لك حاجه والله اروح فيها. الموت ما بيختارش يا حبيبي. اسمع بقى ما اقول لك. المتين جنيه دولة ايوه اهم. خد يا حبيبي حطهم في جيبك وانزل خليك جنب الواد حفظي. اذا حسيت ان هو في زنقه ولا حاجه حطهم له في جيبه. ماشي يا بس اسمع ما اقول لك. والله العظيم انا بعرفك من عينيك على طول. لو ضربت حاجه في جيبك ما هيحصل لك كويس. حاضر يا حاضر. انا بقول لك اهو. حاضر يا اما. روح جاتك نصيبه يا ساجد. سيد رحيل سيد رحيل سيد رحيل ابوكي ماشي يا سعد. حسي همك انا يا اخي. لا 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 سيد يا بيت. لا نشتك يا بيت نشتك يا بيت وسيد يا بيت. خلينا كلنا في حد من الحارة لغاية ما يجي دورنا. ياك بس ساعتها يكون فاضل حد يدفن. أنا نازلة يا أما. أنت هتنزلي الحارة كده يا ليلى؟ إيه في إيه؟ عيب يا بنتي. ليه يا أما؟ الراجل ولسه دافنين وزمانهم رجعوا. يوه نسيت. بقول لك إيه؟ أنا هنشر الغسيل وأنت لما تشوفي سعاد بيعزيها. حاضر. أنت غسلتي البلوزة السوداء. أيوه. يوه. أمال أنا ألبس إيه دلوقتي؟ طعمي. خدي بقول لك ايه. خدي ادي البلوزه اهي اكويها والبسيها وامرك لله. اكوي ايه ياما دي مبلوله قوي. اكوي فيها ايه؟ حفظي حفظي بسم الله. يلا الاكل اهو. الباقي في حياتك يا حفظي. والله كان نفسي اروح معاكوا الطرب بس الله يجازيه بقى قبلال هو اللي مرضيش. هتروحي فين وتعملي ايه؟ واحنا عرفنا سكت النسوان من الصويت. فين السلطه يا رضا؟ اهي اهي السلطه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بسم الله يابا. سبقتك بقى في حياتك يا حفظي. حياتك الباقي. والله ابوك كان راجل عزيز علينا. فراقه كان صعب. أنا مش عارف جاي لكم نفسي إزاي تاكلوا. معلش يا حفظي، أبويا هو كلامه كده بيهزر يعني ما يقصدش. كل كل.
كل حرام الاكل قدامك كده ما يصحش. الو. ايوه يا عمرو، ازيك؟ انا ليلى غانم. ليلى مين؟ ليلى بتاعت الجامعه يا عمرو، معقوله مش فاكر؟ ايوه، انا امبارح بس جبت نمرتك من طارق. ازيك يا ليلى، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. ايوه، انا سمعت ان انت بقيت رئيس تحرير، مبروك. ايوه يا ستي، بقيت رئيس تحرير المجله. 20 سنة. وانا كمان سمعت ان انت بتشتغلي في الجامعه. واتخنقت، نفسي اشتغل في حاجه يا عمرو. انا كنت جايه لك دلوقتي. لا لا لا، مش هينفع، انا عندي اجتماع. كنت عايزه اتكلم معاك في حاجه، في دماغي شويه مشاريع فنيه خاصه بالمجله عندك. كلميني في اي وقت، انا هسجل نمرتك. طيب يا عمرو، هبقى اكلمك واحدد معاك. ماشي، كلميني. انا مبسوطه اللي سمعت صوتك. مع السلامه. مين اللي مش طايقها دي؟ دي واحده ايام الجامعه، ايام ما الواحد كان لسه مراهق وشيوعي والكلام الفاضي ده. ما انت اكيد عشت الايام دي وعارفاها. لا يا حبيبي، وانا عايشها ليه؟ ايام زفت بعيد عنك، كان الفقر يحدفك في اي اتجاه معاكس وحزبه معارضه، وتلاقي نفسك داخله في بظهره مالكيش فيها. طب ما الفقر لذيذ اهو. لذيذ؟ ده انت اللي لذيذه. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي الطاهر الزكي خير الأنبياء والمرسلين رحمة الله عليهم جميعا. رحمة الله عليهم ايه؟ جميعا، يعني كلهم ماتوا، كل الأنبياء ماتوا. واخد بالك يا سيدي؟ كل الأنبياء ماتوا، فما بالكم بينا احنا البشر؟ الموت علينا حق يا جماعة، ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والشاعر قال: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. فمين الموضوع ولا ايه؟ يعني اللي خايف من الموت، ما الموت هيوصله حتى لو طلع السما بسلم، الموت هيطلع وراه ويجيبه. ايوه، امال ايه يا اخوانا؟ اذكروا الله، قولوا لا اله الا الله من قلوبكم، الحمد لله رب العالمين. فالموت علينا حق. وعم سيد الف رحمه ونور عليه، احنا يعز علينا فراقه صحيح، انما هو ما يعزش على اللي خلقه. وهذا الرجل كان من المصلين ومن الصائمين ومن الرجال الذين يؤدون كل فروض الله، وأنا شاهد على ذلك، والله أعلم بالنيات. ادعوا معي. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان. اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان. اللهم اسكنه فسيح جناتك، واجعل له اهلا خيرا من اهله. امين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل يا مولانا. يا عم، 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 يا ع
يا ولاد الكلب وكان ما فيش مجد في الحارة. يلا بقى يلا يا باشا يلا طبعا ما انت ابوك سايبك عشان تبوظ على الحارة قلبها مع اخويا ابن الكلب. خلاص يا بابا احبس خلاص ورحمة امك لحبسك يا جمال بتاعت الحارة دي. خلاص يا بابا وبنت معفنة يا ابن الكلب. ايه يا ابو خلاص بقى الله خلاص بقى ها بس تاني. ايوه صدر لي القبيل اللي في وش امك دي ورحمه امك بعد لك رسالة اللي تعوض عليا. خلاص يا ابو خلاص يا ابو وانا اللي كنت فاكر انك راجل واعتمد عليك هتريك بتبعضك بتبعضك في فلوسي عبد الزوان والمخدرات يا عبد الكلب. خلاص بقى يا بابا خلاص بقى يا بابا زي الكلب يا رمة لغاية ما يكفل لك صح يا رمة يا رمة. معلش يا اخويا اوعى تزعل من الجماعة هم ظروفهم وحشة قوي وانت سيدنا عارفين المرحوم ألف رحمة ونور عليه كان إيديهم ورجليهم الله يرحمه. علشان كذي يا عم تمام انا عندي قرشين ودي اعطيهم حقهم بس علشان ظروفهم لكن مكسوف وين اروح وين اودي الفلوس. والله هو ابن واحد جنبنا اهو بس انا رايي يعني ان احنا ندي القرشين دول للست امه وهي تتصرف بمعرفتها. على امرك. يا ساتر يا هانم يا هانم ده الاستاذ سماه. اهلا يا استاذ سماه بتفضل. يزيد فضلك يا هانم الاستاذ صالح كان عايزك في كلمتين. شدي حيلك يا حجة كلنا لها الله يرحمها. شد على الله يا استاذ انا مش عايزك تزعل من مني بقول راح برضو كلفوني. الله يا الله لا قوه الا بالله الراجل لا زعلان ولا حاجه ده راجل اصيل وابن حلال هو لو كان زعلان كان فضل قاعد معانا لحد دلوقتي ربنا يبارك له ويكرمه هو بس كان عايزك في موضوع كده هنا انا هستناك بره يا استاذ صالح. ودي تيجي برضه يا استاذ تمام ده البيت بيتك يا اخويا. يا حجه هذا مبلغ بسيط من حساب العم سيد الله يرحمه. خلي فلوسك في جيبك يا استاذ احنا هناخد العوض ما الدنيا دي كلها ما يكفنيش فابوس. العوض ايه بس يا بنتي ايه اللي انت بتقوليه ده وحيد الله صح والله العظيم يا رب الراجل عايز يساعد ما فيهاش حاجه يعني. تفضلي هذا حق العم سيد يعني انا مو جاي اعطيكم لا حسنه ولا متفضل عليكم بالعكس هذه فلوسه. ده انا بتتخرب فلوس ايه بس يا استاذ فلوس ايه؟ اوعي تقولي كده انا مستغفر ربي بيت ايه بس اللي اتخرب ربنا سبحانه وتعالى ما بينساش حد الراجل كتر خيره بيساعد ما فيهاش حاجه يعني. وتفضلي هذا كرتي انا موجود بمصر شويه اي شيء محتاجينه اتصلي فيني وانا تحت امرك. تفضل معي يا استاذ سلمى. شكرا عظم الله اجركم مع السلامه. شقه من اخر يا بيه وبحري كمان يعني من الاخر كده دوبلكس تفضل. الشقه حلوه ومبين عليها شرحه. لا تمام بس اقول لك انا ترى ماني قاعد اكثر من يومين ثلاثه بس. يا بيه حضرتك لو حتى هتقعد ساعه لازم تبعد مرتاح يا بيه. صح صح انت صح. عفوا عن اذنك هذا الوالد. الو هلا يبا. لا تفضل يبا انا سامعك. ان شاء الله بالعكس يا يبا الناس اللي هني طلعوا طيبين لا ويرحبون ويحبون الضيوف. اي لا 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 تطمن انا وزعت الفلوس كلها الحمد لله وكلهم يشكرون لا يمدحونك وايد يبي يشوفونك عاد يقولون لازم الوالد يجينا. اي تفضل الشيخ.
مشكور. تمرني بحاجة ثانية. الله يخليك. شكرا. أي حاجة يا بيه. لحظة. في الخدمة. الله يخليك. أي حاجة. مشكور. شكرا. تفضل هذا على شانك. شكرا. لا يا يبا أنا أكلم البواب. إيه. لا معاك معاك تفضل. حاضر. على أمرك. مع السلامة. مع السلامة. إيك يا عم. تعال يا أخوي تعال استلقى هي شوف تعال البرموك لا يا ست بكام يعني أخيرا 60 جنيه دي 60 جنيه يا راجل التقل حرام عليك دفترة طور وقع تذبحه وانا خسبتك على حاجة وكمان على الشجنة زيادة بقولك اتكل على الله احنا لا هنبيع ولا هنشتري تلاجة تمنها 1000 جنيه تقودها ب60 جنيه انت شايف عاملة ازاي حالتها بقولك اتكل على الله اتكل على الله طب سامع عليك حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سعيد يا ابن منصور طب ورحمة ابويا ما انا بايع اشياء من البيت ده ان شاء الله حتى اموت من الجوع انا وعيالي عشان يشبع هو وابنه بفلوس ابويا هتعمل ايه هروح في 60 داهية يا اخي سيبني اتصرف بقى رايحة فين طيب رايحة فين استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم يا رب انت ساكت ليه؟ ما انت كمان ساكت طب تحب نقوم نمشي؟ براحتك على فكرة يا خالد انت بايخ قوي النهاردة وانت كمان بايخ ولا مش حاسة؟ انا عاوز اعرف بقى نأجل ليه؟ ما تقدم زي ما اتفقنا انت ليه مش مصدقني ان هما مش هيوافقوا؟ طب ما نجرب هو في حد بيتجوز دلوقتي يا صفاء خلاص يا خالد هات مامتك وباباك وخليهم يجوا يقابلوا صلاح وماما لا انا اروح لوحدي الاول هيرفضوك والدنيا هتتعك فوق دماغنا ويمكن يوافق بقى مرت ايه شو الايجار الجديد حلت نص المشكله واديني شغاله اهو على ما ربنا يحلها في اتجاه تاني انا هكلم خالتي واخليها تحدد ميعاد مع ماما وصلاح ايوه كده فكري معايا شويه بقى طب تحب تيجي امتى بكره لو عاوز لا بكره ايه ما ينفعش اديني يومين ماشي انا متفائل قوي يا صفاء يا رب يا خالد هو انا عايزه ايه غير كده يا رب يا اختي ما هو مكتوب في القران والسنه اعملي كل اللي انت عاوزاه ما دام في الحلال امال الست دي قرشه ملحتي ليه بس كل مرمي ريشه فرخ او قشره موز النبت ايد في قلبها مني يا اختي يا سميحه الجيران اللي بعديها برضه بعدين دي وليه وحدانيه وغلبانه ده موتها وسمها ان شافت الزباله بتاعتي ما هي ليل ونهار قاعده في الحاره ما وراهاش حاجه زي قرد قطع بتراقبني يا اختي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واما بنعمه ربك فحدث عادي يعني يبقى انا كده بعمل الصح ما انا بحدث الحاره كلها باكل ايه وبشرب ايه يبقى هي مهريه مني ليه طيب صحيح اللي انت بتعمليه يا ست سميه لا مؤاخذة يا أستاذ مش تقولي يا زينب إن الأستاذ هنا عن إذنكوا بقى أنا ماشية بقى أجيلك وقت تاني عامل جارتك بالحسنى يا ست سميحة النبي وصى على 7 جار حاضر يا أستاذ تمام حاضر مع السلامة يا أختي مع السلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه الكلام اللي أنت بتقوليه ده يا زينب بتفهمي الولية غلط وهو يا أخويا إيه الغلط اللي أنا قلته الولية بترمي طنطيف الفراخ ويشرب موس في الحار وانت تقول لها واما بنعمة ربك فحدث يعني هو انا غلطت لما قلت لها كده ايوه طبعا غلطتي لما تكوني مش عارفة يا زينب اسكتي ده ارحم لك استغفر الله العظيم يا رب يعني هو انا عكيت يا اخويا طبعا عكيتي قال لها بتشجع الولية على انها تضايق جارتها المحرومة المسكينة الولية دي ممكن بكرة تقعد قدام عتبة بيتها وتاكل فرخة قدام جارتها المحرومة وتبقى انت السبب يا لهوي يتقطع لساني قبل ما اقولها واما بنعمة ربك فحدث قالها ربنا سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام عشان يخبر اصحابه بنعم ربه عليه ادي معناها ما تفسريش حاجة انت مش فهماها يا زينب خلاص يا اخويا حرمت عمري ما هقول كده تاني ابدا مش هقول اي حاجه مش واثقه فيها ايه ده انت مستنيه حد تاني لا يا اخويا مش مستنيه حد طب قوم قوم خدش انت جوه حاضر حاضر السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا استاذ فوزي ابراهيم اهلا وسهلا استاذ فوزي اتفضل اتفضل شرفت شرفت يا استاذ فوزي من الله يا اخويا الواحد دماغه بقت مقلوبه الشاي بسرعه يا اولاد اهلا وسهلا فكرت كويس في اللي قلته لك يا استاذ سمان والله في الحقيقه يا استاذ فوزي
أنا قلقان وحيران، ده أنا حتى طول المدة اللي فاتت بحاول أخرج الموضوع من دماغي، بس الصراحة يعني أنا لسه بفكر. أنا مش فاهمك، إزاي تبقى راجل دين وتبخل على الناس بعلمك؟ ربنا ما قالش كده. ما هو يا أستاذ زي ما حضرتك شايف كده، يعني في بيتي مفيش تلفزيون. قلت لك ألف مرة سهلة، اقفل كل القنوات اللي أنت شايفها مش كويسة، وبعدين ناس كتير قوي عملت كده. أنا مش هطول عليك، الراجل صاحب القناة سمع صوتك وطريقة شرحك للدروس، وبعدين مهتم جدا إن أنت تبقى معانا، وأدي العقد. عقد إيه ده؟ اقرا العقد على مهلك، وبكرة إن شاء الله نتقابل. ربنا يسهل. حاضر. انت رايح على فين؟ لا 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 ما صحش كده، الشاي يا اولاد بسرعه، عيب كده. ربنا يخليك، ما ينفعش اخر وسواء واقف تحت. معلش اشوف حضرتك بكره ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. بكره لو حابب ان شاء الله العربيه بالسواق اللي تحت امرك. الله يخليك. اتفضل حضرتك. شرفت يا استاذ فوزي ابراهيم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. استغفر الله العظيم يا رب. ايه ما عملتيش شيء؟ مش عيب كده يا زينب؟ يا اخويا بصراحه بقى اتكسفت، وبعدين انا سمعت كل حاجه، ده حتى المواصلات هيوفروها لك. سمعت كل حاجه؟ حرام. يلا ربنا يسامحك. خلاص يا زينب سيبيني دلوقتي وانا هقعد مع نفسي كده وافكر. تفكر في ايه يا اخويا؟ على البركه ربنا يسهل يا رب. لو في خير قربوا مننا، ولو في شر ابعدوا عننا. امين يا رب العالمين. يا ده ينجز بقى. ماشي ماشي. اخضعت. نرحب كلنا بالضيفين الجديد على الغرفة، الأستاذ كريم باركو. هنسيب الأستاذ كريم يعرف نفسه ويقول وظيفته وهوايته، بالإضافة طبعا لهواية الشعر. المايك معاك يا كريم. السلام عليكم. أنا بمس على كل اللي قاعدين في الأوضة، رجالة وستات، كبير وصغير، شباب وشابات، يعني الناس الحلوة اللي قاعدين جنب الكمبيوتر واللي مش قاعدين، يعني كل الليلة. هم بيضحكوا ليه؟ هم مين دول اللي بيضحكوا؟ أنا ما سمعتش حد بيضحك. ياد حرف ليه مكتوب كتير أهو، يعني بيضحكوا؟ ما أنا ما أفهمش أنا بقى حاجة في الكمبيوتر بتاعكوا ده خالص. هو أنا قلت كلام غلط؟ لا اصلي بس قاعد في فرح كده، مش بتاع شعر يعني. طب ما تقول اقول ايه؟ امال انا جايبك ليه؟ قول لهم اسمك سنك وظيفتك. استنى بس اما تشوف الناس عماله تضحك دي. كانك قاعد تضحكوا. اصلي يا هوس. يا جماعه الكلام اللي انتوا سمعتوه ده كان كلام واحد صاحبي كان اول مره يخش على النت، قالوا لما قالوا له عرفنا على نفسك يعني، فانا قلت اقلده عشان بدايه التعارف ما بيننا يكون ضحكه كده. انا كريم بركه، شاب مصري وبشتغل في الاستيراد والتصدير. لحظة واحدة، مفيش حاجة تضحك. في ضحك ازاي يعني؟ شعر يا ابني اللي بيضحكوا دول. استنى انجز. استنى اهو يضع الليتنك اهو اهو. الألوان المغلقة. بيغمز لي غمزت له، رفع حاجبه رفعت له، طلب كبدة طلبت له، قعد لحظة قعدت له، سرح مني سرحت له، طلب قهوة طلبت له، زبط مخه زبطت له، بيغمز لي غمزت له. ودي كانت أول قصيدة يقولها صاحبنا بتاع النت. الله الله الله، ليه كده يا كريم؟ لا تشوق ولا تدوق، وبعدين كل شيخ وله طريقة. أنا متأكد إن كل العالم دي أعجبت بيا، بس المهم هي أنا متأكد إنها هتفكر فيا. يا جماعة أنا بعد ما تعرف عليه من أسبوع واحد أكيد في شي بالكونكشن حصل. أول ما رح يظهر على النت رح أبعت له إنفيتيشن بسرعة. أوكي أنا مضطرة أسيبكم، باي. ده أنت فظيع، ده أنت كويس إنك ما كملتش تعليمك، كان زمانك خربتها. خد ياض خد.
حقك اهو. حقي يا كريم، احنا اصحاب، انت كده بتجرحني يا اخي. لا لا لا، بحبش كلمه اصحاب دي. وبعدين الشغل شغل، انت قعدت ساعتين والصعب 10 جنيه، يبقى كده تمام. تمام يا سيدي. اعمل لك شاي؟ لا انا مش عايز اشرب شاي، انا همشي. بس انت هتقول لهم ايه؟ ما تشغلش بالك، الكهرباء قطعت في مصر ولا كهرباء ما بتقطعش. ده انت مصيبه، ده انت مصيبه. اجي لك بكره؟ لا لا لا، اتقل بقى شويه، تعال بعد بكره. ماشي يا سيدي، سلام. سلام. شمس واللبن، مش عايزه اتاخر. طيب انا كده كفايه عليا قوي ان انا شفتك بقى، لو سبب لي كلام ممكن تروح. لا انا ما اقصدش، ما صحش يعني اروح واسيبك وانت بالذوق ده. يعني اتاخر براحتنا صح؟ متأخر. يا اخي احمد ربنا، هتفضل تقول لي عشان تبقى تسمع كلامي. الحمد لله ده الجرح ابتدى يلم. يا بابا اعمل ايه بس، ما انا زهقت من القعده دي، عايز اتحرك بقى شويه. احسن والله، انا شمتان فيه عشان تبقى تسمع الكلام بس. عارف انت بقى، لو كانت الاجزخانه دي في حته محترمه ما كانش حصل لك اللي حصل لك ده. يا بابا اللي حصل لي ده كان ممكن يحصل لي في اي حته. وبعدين هي الاماكن النظيفه دي ما فيهاش عيال مدمنين؟ فيها، بس ولاد ناس، لا معاهم مطاوع ولا معاهم سينج. عشان بس تبطل مقاوحه والا احلف ابيع الاجزخانه دي من بكره والله. يا بابا انت برضو خبرتك كبيره وانت دماغك ناشفه. ها عايز ايه بقى يا اخي؟ استنى، ده انت لسه شاب، مستقبل قدامك كبير. بكره تزهق شغل، هتتغرز في الشغل. هي متعوده كده يا ربي، كل لما تخرج تقفل تليفونها. انا ملاحظ كده برضه يا بابا، نهد لما بتخرج موبايلها على طول بيكون مقفول. تفتكر يعني هي اللي قصدها تقفله؟ وحضرتك مش ملاحظ ان دي حاجه غريبه؟ ولا غريب ولا حاجة، يا بس تلاقي نسيت تحطه على الشحن. يعني هي هتروح فين؟ ما هي عند امها، هي عند واحدة صاحبتها. طب ما تكلمها يا بابا عند امها اشوفها. يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر، انا اكلمها عند امها. ده الولية دي لما بسمع صوتها ضغطي بيرتفع، بفضل طول النهار منكد والله. ليه يا ابني كده بس؟ انا دعيت عليك في حاجة؟ لا اله الا الله. نام يا عم شوية كده، نام نام، خلي الجرح يلم. نام. يعني يابا لا مش كده. بصي اعمل ايه كده، تعالي ما تخافيش، اعمل حط ايدك كده. ايوه يلا اخبطي بقى. ماشي شطوره. يلا والله. ايوه ايه ايه، على فكره انت خاطر. ليه بس؟ علشان محسسني ان انا صغير. طب انت عيله صغيره بس حلو. انت بترسم على ايه بالظبط؟ خلاص بلاش الرسم. لا ارسم، انا بحب الرسم. خد العب دورك. ماشي. راح فين يا سناء؟ مخنوقة مخنوقة يا فتحي، هروح أصلي العشاء وأسمع الدرس يمكن أفك شوية. معلش استحملي، بكرة تفرج إن شاء الله. ولا ما تفرجش، ما تقلقش، نامي أنت.